بالنسبة للوفد، علينا أن ننظر بالأسماء الموجودة بالوفد. نعم. قبل أن نسمع السيد وزير الخارجية والقائمة اللي تكلم بها. الوفد العراقي متخم بالخبرات الأمنية، أي وفد تقني، فمتخم بخبرات ضمن المجال الجوي العراقي. فنلاحظ قائد القوة الجوية العراقية، نلاحظ الدفاع الجوي العراقي، نلاحظ الاستخبارات العراقية. سيد وزير الخارجية كان يشدد على أنه هذه آخر جولة من جولات الحوار. إذا كانت هذه آخر جولة من جولات الحوار، فيجب أن يكون هناك الناس المختصين في الوزارات. نلاحظ أنه هنا تمثيل عسكري وتمثيل دبلوماسي. الأسماء تقول لنا غير ما تكلم به السيد وزير الخارجية. الأسماء هناك شيء واضح أنه الأمريكان والعراقيين يعيدون هيكلة الجيش العراقي، هذا واحد، والدليل واضح أنه الفريق مكون من فنيين عراقيين. كذلك عملية كيف نتعامل مع الكاتيوشا والقواعد الأمريكية. الدليل أنه الاستخبارات العسكرية مثل ما قلت، هذه أنا برأيي ليست حوارا لإنهاء الحوار الاستراتيجي، هذا ملحق لماذا سيعمل العراق في الوقت الحاضر مع تزايد الضربات على القواعد الأمريكية. طيب. عملية الانسحاب من عدمه أعتقد يحتاج إلى وفد أقوى من هذا. هذه النقطة التي نود الحديث بها سيد عبد الرحمن، يعني برأيك أن الملف الأمني هو الأهم في جولة الحوار الاستراتيجية التي تجرى الأسبوع المقبل. طيب ماذا بشأن جدولة انسحاب القوات الأمريكية؟ هو أيضا مطلب سياسي بالدرجة الأساس. ماكورك كان هنا قبل أسبوع. نعم. وكل التوقعات وكل الأحاديث اللي جرت أنه الأمريكان لن ينسحبوا من العراق. إذا كانوا ينسحبون أو إعادة هيكلة قواتهم، شيء يختلف عنه انسحاب من الطريقة اللي إحنا نسوقها بالوقت الحاضر هنا في العراق. ربما يكون عمليات تكتيكية أنه يكونوا ضمن وفد التحالف الدولي، يكونوا ضمن الناتو، نوعية القوات الأمريكية الموجودة، عملية استخدامها، هذه الأشياء أعتقد راح يتكلمون عنها أكثر مما نتوقع انسحاب مثل ما صار بأفغانستان. هذا الشيء غير مطروح في أمريكا وغير مطروح على الطاولة أصلا. علينا أن حتى لو كانت هذه رغبة العراق، هناك أشياء يجب أن نعرفها. أنا دائما أتكلم عن نقاط ضغط عالمية، يعتقد أنه العراق واحدة من نقاط الضغط العالمية اللي تأثر على الأمن العالمي. وجود القوات الأمريكية هو ضمان لهذه النقطة وليس عملية انسحاب. لكن تحول القوات من قوات أمريكية إلى قوات الناتو التي هي أيضا يعني اعتماد على قوات حلف الناتو التي يبلغ عددهم تقريبا بنحو 1000 جندي، هذه نقطة إيجابية أخرى تحسب لصالح الحكومة العراقية، خصوصا مع الضغط السياسي الداخلي باتجاه هذه النقطة بالذات ولحسب أساسية هذه النقطة. الفرق هو مو بالأعداد الأمريكية الموجودة بالعراق، تحت أي علم راح تكون هذه الأعداد. هل تكون ضمن الوفد أمريكي أم تكون ضمن فريق الناتو أو التحالف الدولي؟ الأعداد الأمريكية ستبقى نفسها، نوعيتها ستختلف، ربما لحاجة الولايات المتحدة لنوع آخر من القوات في العراق. القوى القتالية، القوى الفردية ما عادت مهمة بالولايات المتحدة بقدر نوعية القوى السايبرانية. أي كيف نوعية الجنود الموجودين، الخبرات الموجودة لهؤلاء الجنود، عملية إعادة صياغة لقوتهم هنا